السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد المنتوج جديد، منتوج ديال الاكس بوكس، الشركه ديال مايكروسوفت. يعني اغلبيه ديالكم غادي يكونوا عارفينه، وخصوصا الناس اللي كيلعبوا كيديروا جيمين. هذه كنترولر اكس بوكس 1. هذا وايرلس كنترولر كيعني بانه كيخدم بلا سلك، يعني بلا خيط، كيخدم غير بالبلوتوث. شريته في اللون الابيض، ها هو كما كتشوفوا كاين فيه الوان مختلفه، ولكن هذا هو اللون اللي شريته، واحد من الالوان الرخاصين حنا نقولوا. شريته من امازون ديال المانيا كالعاده، وتم فين كنلقى رخيص، يعني حتى في بلجيكا كنشري مره، ولكن غالبا فاش كنقارن ما بين الاثمنه كنلقى بان امازون المانيا غالبا ولكن ماشي دائما كنلقى بانه ارخص الاثمنه ديالته. كما كتشوفوا قلت لكم عاد دابا هاد اكس بوكس من شركه مايكروسوفت، ها هو. غنحلوه وغنشوفوا شنو كاين في هاد الكرتونه. غادي نبداو ان شاء الله، نهزو هذا وغادي نبداو. بسم الله، ها هو. يعني كيجي كيتحل من هنايا. انا اول مره صراحه كنشري شي حاجه ديال اكس بوكس، بحيت دائما عندي غير يعني ديال سوني بلاي ستيشن، هذوك هما اللي كيكونوا عندي. ولكن دابا حيت هذا كيتماشى وكيخدم مزيان مع الكمبيوتر ومع ويندوز 10، داكشي علاش شريته. اوكي، كيفاش كيتحل هكا؟ غالبا كيتحل هكا يا ولا راني غلط؟ ما عرفتش الصراحه، كنظن كيتحل هكا. المهم انا غادي نشوف. مره شي كارطونات كيكونوا صعابين في الحله ديالتهم، ما عرفتش كيفاش كيتحل هذا. المهم انا غادي ندرز معاه حتى نحلو ان شاء الله. اوكي، هاو انا راه مسالي. انا كما قلت لكم ما عمري ما شريت شي منتوج ديال الاكس بوكس، داكشي علاش الصراحه ما عرفتش كيفاش كيتحل. انا حليته بالمقلوب، بلاتي نعاود نردو بلاصتو شويه باش نحلو لكم تشوفوه كي داير. اوكي، كيتحل على هاد الشكل هذا، ها هو كيجي على هاد الشكل هذا. انا ما صحابنيش كنحلو انا هو مقلوب. المهم هذا اذا دل على شيء فانه يدل على انني اول مره كنشري شي حاجه ديال الاكس بوكس. هاكا كتجي المانيطا هادي، غنحيدوها من هاد الكرتونه هادي، ها هي. او شنو كيجي معها؟ كيجي معها جوج الحجرات. شنو كيجي مع واحد اخر؟ هادي فين كانت محطوطه. كيجي مع هاد الكتيبات هادو ديال الشروح، ها هما ما عندنا ما نديرو بهم. او شنو كيجي هنايا؟ كتجي هنا واحد الكود اكس بوكس جيم باس، redeem code for 14 days free trial. اوكي، هنا واحد الكود هنايا نتاع 14 يوم، يعني 14 يوم تقدر تلعب هذاك الاكس بوكس لايف جولد. هنا كاين، ها هي هذا اكس بوكس. اوكي، كاين جوج الكودات، اكس بوكس لايف جولد وعندي هنايا اكس بوكس جيم باس. مزيان، نجربهم ونشوف شنو كاين ان شاء الله. اوكي، هذه حتى نحيدوها. صافي هادشي اللي كاين. اوكي، صافي هادشي اللي كاين، حتى حاجه اخرى ما كاينه. ردو كلشي الكارطونه ديالو. اوكي، هكا هذه غادي ترجع هنايا، والكارطونه غادي نرميوها. اوكي، يعني اول مره صراحه كنشد هاد الاكس بوكس كنترولر، اول مره كنشدو، يعني شي حاجه اش غنقول لكم، شي حاجه زوينه. يا سلام، كيخدم البلوتوث كومباتيبل مع ويندوز 10، هادشي علاش شريتو انا، باش نبقى نلعب ولا باش نبقاو يلعبو الدراري، يعني بلا ما نلعبو بالكيبورد، بلا ما نلعبو بالكلافيي. حنا نقولو نقدو نلعبو بالكلافيي، ولكن الا بغينا نلعبو بمانيت هيا غتكون عندنا هادي. يعني حتى البلاي ستيشن مانيت نتاع بلاي ستيشن، داك ديول شوك 4، حتى هي كتقدر ديرها مع ويندوز 10، انما هو خاصك واحد السوفتوير واحد اخر معاها، وداكشي مهم. داكشي علاش رايت باش نشري هادي باش ما يبقاش يسطوني الدراري. اوكي، هذه كتخدم بالحجرات كما كتشوفوا هنا، هما كيعطيوها معاهم جوج الحجرات ديال ا، يعني كاين ا 3 ا صغيورين، وهادو جوج ا كيكونوا الحجرات العاديين اللي كنعرفو حنايا. اوكي، غادي نحلو هكايا ونديروهم في بلاصتهم. ها هو كما كتشوفوا قلت لكم هنايا، ها هما كيخدموا بهاد الحجرات ديال جوج ا، او كتسد عليهم بهاد الغطاء هذا. يعني شنو نقول لكم، الشده ديالو الشده في شكل على، يعني الا كنتي مولف المانيط ديال بلاي ستيشن ديول شوك،
الشده في شكل، ولكن نقدر نقول لكم بان الشده مريحه يعني صراحه مريحه. هادو كاينين يعني في هاد البلايص هادو، في حين انه البلاي ستيشن كيكون وحده هنا وحده هنا، يعني مزيان صراحه. هنا عنده البطونات في شكل يعني كما كتشوفوا البطونات في شكل على ديال الاكس بوكس، على ديال بلاي ستيشن ديول شوك 4. هنا عندنا واحد البطونه يعني صراحه انيقه، اللون ابيض مزيان، نتمنى ما يتوسخش بالزربه. وهنايا كاين هاد الكحل هذا لاكسون، هنا كحل هنايا شي زوين صراحه. هنايا بلاتي كيتشارجا بميكرو يو اس بي، ها هو ولا كيتكونيكتا، حيت نورمال كيخدم بالبلوتوث، ولكن ما عرفتش كيفاش، واش خاصني يعني بالكابل الا كيخدم بالبلوتوث، يعني ما عندي ما ندير بالكابل، ما عرفتش علاش هادي كاينه، واش باش تشارجا شارجات الحجرات هادو، الا كنت درت حجرات كيتشارجا، هادو حجرات ما كيتشارجاوش غالبا. هادشي اللي كاين هنا، عندها البوطونات هنا، البوطونات هنا يعني بحال بلاي ستيشن، هنا رايت اند ليفت، وعاوتاني عندك رايت اند ليفت هنايا، عندك هادو اللي معروفين بهم هذا ايغريك بي ا و اكس، ها هما البوطونات، جويستيكس ها هما، وهنا الفوق لتحت اليمين اليسار عندك هاد البوطونات هادو نتاع المنيو نتاع داكشي الاخر. هنا عندك باش تكونيكتي هاد البوطونه كحله هنا صغيره باش تكونيكتي، يعني الصراحه زوين انيق، الشده ديالو مريح، يعني الشده ديالو مريح، على ما كيقولوا هاد البلوتوث ديالو يعني قوي واسرع جوج الخطرات من من الكونترولات القدامين، يعني هذا اكس بوكس اكس بوكس 1 كونترولر قال لك هذا اسرع جوج الخطرات من الكونترولر القدامين. هنا عندك حتى هذه بوطونه مازال ما عرفتش صراحه، خاصني عاد نكتشف مزيان ونشوف شنو علاش كاين في هاد البوطونات هادو كاملين. غادي نجرب ان شاء الله وغادي نشوف، يعني انا الصراحه فرحان اللي شريته، الشكل واحد اخر بلا ما يبدل، يعني ديما انا وفي الماركه ديال سوني والبلاي ستيشن والكونترولات كونترولرز ديال البلاي ستيشن حتى هما، ولكن دابا قلت غادي نبدل نزعم ونبدل ونجرب شي حاجه اخرى مغايره. وصراحه كنظن ما ندمتش، يعني الشده كتجيني هنايا الشده مريحه، يمكن اريح شويه، اريح من تاع البلاي ستيشن كيجيني شويه، ولكن كتبقى مسألة التعود حتى البوطونات انا مبدلين بلاصتهم، يعني غادي خاصني نتعود شويه عليهم. ولكن اكتبوا لي في التعليقات شكون اللي فيكم كيلعب في الاكس بوكس وشكون اللي فيكم كيلعب في البلاي ستيشن، اكتبوا لي لتحت في صندوق الوصف واش عجبكم هذا اللون الابيض، حيت كاين الوان مختلفين بزاف ولكن كل لون وثمنه، وقلت لكم هذا والكحل يعني الابيض والكحل هما من الاثمنه الرخاصين، يعني ارتئيت باش نشري هذا الابيض هذا حيت عجبني هادشي اللي كاين. اكتبوا لي كما قلت لكم في صندوق الوصف عجبكم هذا المنتوج ولا ما عجبكمش، و اللي مازال ما مشتركش يشترك في القناه ديالي، القناه ديالي هي قناه يعني كنطرق فيها ولا كنحط فيها فيديوهات ديال الجيمين فلوكس، حيت انا ساكن بلجيكا، الى خرجت هنايا كنصور لكم شي فلوغ وكندير الانبوكسين الى شريت شي منتج بحال هذا ولا غيره، بالكاميرا ولا التصوير ولا عدسات، ممكن نصور اي حاجه شريت كندير لها انبوكسين وكنحطها لكم في القناه. تبعوني في انستغرام ديالي غتلقاوه هنايا الا كنتو مازال ما متابعينيش، وشكرا على يعني اللي تفرجتوا.